أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وعرض إخباري جديد نقدمه لكم من قناة الجزيرة مباشر مصر. أعلن نادي قضاة مجلس الدولة قبل قليل مقاطعة الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، بزعم أن مؤسسة الرئاسة تنصلت من الوعود التي قطعتها على نفسها قبل المرحلة الأولى من الاستفتاء. رأى نادي قضاة مجلس الدولة وقد غاب الوفاء بالعهد المقطوع من الجهات المسؤولة بالدولة للإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور بتنفيذ ما اشترطه قضاة المجلس، رأوا أن يمتنعون عن الإشراف عن المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور، ويعتبرون هذا البيان اعتذارا رسميا عن تلك المشاركة، ولا يفوت مجلس الإدارة أن يقرر اعتزازه بكل من يرى من زملائنا الاستمرار في الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور في مرحلته الثانية لاعتبارات يراها ويقدرها. حمى الله مصر من الفتن. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المستشار حسام مازن وكيل مجلس الدولة. سيد المستشار، أود بداية أن أرحب بك معنا. أهلا وسهلا بحضرتك. ما هي الوعود التي قطعتها على نفسها مؤسسة الرئاسة وتنصلت منها قبيل الإشراف على المرحلة الأولى من الاستفتاء؟ والحقيقة قبل المرحلة الأولى من الاستفتاء، نادي قضاة مجلس الدولة كان عقد مؤتمر صحفي، وكان أعلن موافقته على الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور، ولكن وضع بعض الشروط أو الطلبات من جهات الدولة. من أهمها كان توفير الأمن للقضاة الأركان، وإنهاء أسباب العنف اللي حصلت بين أفراد الشعب، ومن ضمنها أيضا التأمين على القضاة ووثيقة بوثائق التأمين، وإنهاء الاعتصام أمام المحكمة الدستورية العليا. النهاردة نادي قضاة مجلس الدولة عقد مؤتمر وحدد فيه، قال إن هو الاعتصام أمام المحكمة الدستورية العليا لم ينتهي ولم يتم التأمين على القضاة، ولذلك قرر التوصية بمقاطعة الانتخابات في المرحلة الثانية. نعم. طيب، قبل أن تأخذوا قراركم بقطع أو مقاطعة الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء والتي من المقررة يوم السبت القادم بإذن الله، هل تواصلتم مع مؤسسة الرئاسة؟ هل قمتم بإيصال هذه المطالب؟ لا، هو حضرتك يعني بس عشان يكون واضح، انا لست شريك قرار، انا قاضي بمجلس، انا مستشار بمجلس الدوله وعضو في الجمعيه العموميه، ولكني لست عضوا بمجلس الاداره، يعني انا لست بمن شارك في القرار. هل هناك من حديث يعني عن تواصل مع مؤسسه الرئاسه؟ هل هناك من تسريبات او لقاءات حدثت بين مجلس الدوله وبين ما سمعناه ان هناك كان هناك وعود من بعض جهات الدوله بتنفيذ طلبات رئيس اداره النادي، ولكن كما قال المستشار نعتذر عن هذا عن الرداء في الصوت، ولكن على اي حال نشكر المستشار حسام مازن وكيل مجلس الدوله ونشكره جزيل الشكر. التقى النائب العام المستشار طلعت إبراهيم وفدا من أعضاء النيابة العامة لبحث مطالبهم بإقالته من منصبه. كان رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار محمد ممتاز قد التقى مع أعضاء النيابة العامة بمقر محكمة النقض في وقت سابق لبحث مطالبهم، ويتزامن الاجتماع مع دعوات أعضاء النيابة العامة للاعتصام اليوم أمام مكتب النائب العام للمطالبة باستقالته. وقد دعا مجلس القضاء الأعلى في بيان له ظهر اليوم القضاة وأعضاء النيابة العامة إلى الانتظام في أعمالهم من أجل صالح الوطن. هذا وتتجه الآن مسيرة من حزب الوفد إلى مقر دار القضاء العالي للتضامن مع أعضاء النيابة العامة في مطالبهم بإقالة النائب العام. انتقدت المحكمة الدستورية العليا بيانا صدر باللغة الإنجليزية عن مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية عصام الحداد يوم الجمعة الماضي، وقالت المحكمة إن البيان استهدف تقويض سمعتها دوليا، وجددت المحكمة مطالبتها بتقديم الأدلة التي تثبت اشتراك قضاتها في مؤامرة لإسقاط مؤسسات الدولة. وكان بيان مساعد الرئيس قد ذكر أن المحكمة الدستورية العليا حلت مجلس الشعب بطريقة مريبة، وأن دلائل من أكثر من جهات أثبتت تخطيط المحكمة لحل الجمعية التأسيسية للدستور، مما دفع الرئيس لإصدار إعلان دستوري يوم 22 نوفمبر الماضي.
أكد ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الدستور سيكون صحيحا بنسبة 50% زائد واحد من عدد الأصوات، وذلك وفقا للقانون. كما أكد استمرار الحوار مع القوى السياسية للتوافق بشأن من سيصدر قرار جمهوري بتعيينهم في مجلس الشورى. وقال علي إنه سيتم الاختيار من مختلف القوى السياسية وفقا للمعايير التي يتم الاتفاق عليها في جلسات الحوار الوطني. كما نفى المتحدث الرئاسي ما تردد بشأن إقالة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي، وأكد أنه لا صحة لذلك. من ناحية أخرى، أدانت رئاسة الجمهورية الاعتداءات على التي استهدفت مقر الأحزاب والقوى السياسية ومؤسسات الدولة والمنابر الإعلامية. من ناحية أخرى، تواصل اللجنة العليا للانتخابات التحقيق في الشكاوى والطعون التي قدمت لها بخصوص المرحلة الأولى لعمليات الاستفتاء على الدستور الجديد للتأكد من مدى صحتها. هذا ومن المقرر أن تعلن اللجنة نتيجة التحقيقات مع إعلان نتيجة الكلية للاستفتاء. وقد أفادت مصادر في لجنة الانتخابات أن الشكاوى تنوعت بين عدم وجود قضاة في بعض اللجان والتصويت الجماعي وتوجيه الناخبين والتأخر في فتح بعض اللجان. أعلن ائتلاف مراقبون لحماية الثورة أن القضاة قاموا بدورهم في الإشراف على الاستفتاء على أكمل وجه، وأظهروا تعاونا في إبراز هوياتهم عند طلبها. وأكد الائتلاف في مؤتمر صحفي لعرض نتائج مراقبة المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور، أكد أنه تم رصد عدد من المخالفات، منها وجود ملصقات دعائية لتوجيه الناخبين خارج اللجان. وأوضحت المنظمات الحقوقية أن حجم المخالفات التي تم رصدها لا يمكن أن يؤدي إلى بطلان عملية الاستفتاء على مشروع الدستور. الحرص الكامل على بدء عمل اللجان في مواعيدها الرسمية وعدم إغلاقها حتى يتمكن آخر ناخب في جمعية الانتخاب من الإدلاء بصوته. ثانيا، تمكين جميع المتابعين من التواجد بحرية داخل اللجان ومتابعة كافة كل العملية الانتخابية حتى الحصول على صورة من نتيجتها. ثالثا، ندعو الشعب المصري للخروج جميعا للاستفتاء في المرحلة الثانية وتغليب مصلحة الوطن وقراءة الدستور جيدا قبل التصويت حتى يكون معبرا عن إرادة الشعب. رابعا، كما يدعو الائتلاف اللجنة العليا لتوفير أعداد كافية من الموظفين والمساعدين للقضاء في عملية الاستفتاء حتى يساهم في تيسير الاستفتاء. خامسا، يناشد الائتلاف جميع القوى السياسية تحري الدقة فيما يتردد عن عدم قيام القضاء بالإشراف القضائي الكامل على عملية الانتخاب. قال مساعد وزير الخارجية لشؤون القنصلية السفير علي العشيري إن التصويت على الاستفتاء للمصريين في الخارج ينتهي اليوم في تمام الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة. وأضاف العشيري أن البعثات الدبلوماسية والقنصلية ستقوم بإعلان نتائج الاستفتاء بمقرها فور الانتهاء من عملية الفرز، على أن يجري بعد ذلك إعلان نتائج التصويت في المصريين بالخارج على الدستور بعد التنسيق بين وزارة الخارجية واللجنة العليا للانتخابات. استقبل الرئيس محمد مرسي عصر اليوم بقصر الاتحادية لواء محمد العصار نائب وزير الدفاع. وقد تناول لقاء الرئيس بنائب وزير الدفاع المشهد العام الداخلي وكذلك التنسيق بين الجيش والقوات المسلحة لتأمين المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور المقرر إجراؤها السبت المقبل. قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من أنس الفقي وزير الإعلام السابق وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق، وقررت إعادة محاكمتهما في اتهامات بإهدار المال العام. كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكما بالسجن المشدد لسبع سنوات على الفقي وخمس سنوات على الشيخ في قضية إهدار أموال اتحاد الإذاعة والتلفزيون. قضت محكمة جنح الزاوية الحمراء بحبس الداعية عبد الله بدر عاما وبكفالة 5000 جنيه، وكما قضت بتغريمه 20000 جنيه بتهمة سب وقذف الفنانة إلهام شاهين عبر برنامج تلفزيوني. وكانت هيئة المحكمة قد شاهدت في الجلسة الماضية الاسطوانات المقدمة من دفاع الفنانة إلهام شاهين كدليل إدانة ضد عبد الله بدر.
انتهى عرض الأنباء. لمزيد من المتابعة والتفاصيل يمكنكم زيارة موقع الجزيرة مباشر مصر على الإنترنت، كما يمكنكم متابعة البث الحالي للقناة على الموقع ذاته. ونستقبل تعليقاتكم وأسئلتكم على صفحتينا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. هذا ويمكنكم المشاركة عبر موقعنا في استطلاع للرأي بشأن الآراء في مشروع الدستور. وحتى اللحظة وبعد تصويت أكثر من 126 ألف شخص، جاءت النتيجة بنسبة 66% نعم مقابل 34% بلا. أشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء بإذن الله.